نظم شباب من جماعة شبيبة عدل والإحسان في المغرب حملة إلكترونية مجتمعية لتسليط الضوء على قيمة بر الأبناء للوالدين، رافعين شعار أنا مرضي الوالدين. لنتعرف أكثر على هذه الحملة وعلى أهدافها معنا من المغرب الأستاذ مراد شمارخ، منسق حملة أنا مرضي الوالدين المغربية. أهلا وسهلا بك أستاذ مراد. السلام عليكم، مساء الخير، أهلا بكم وبالجمهور الكريم، وشكرا لبرنامج هاشتاك على إتاحة هذه الفرصة والتعريف بحملة أنا مرضي الوالدين. أهلا وسهلا بك وبجميع من يشاهدنا أيضا من المغرب ودول العالم العربي. أولا أستاذ مراد، ما هي أهداف هذه الحملة ولماذا اخترتم موضوع بر الوالدين بالتحديد؟ نعم، حملة أنا مرضي الوالدين هي حملة شبابية مجتمعية تهدف إلى إعادة الاعتبار لمعاني وأخلاق بر الوالدين في المجتمع المغربي، ولإعادة الدفء لهذه العلاقة المقدسة بين الآباء والأبناء. هذه الحملة التي رفعنا لها شعار حملة حب ووفاء وفرحة لقلوب الآباء لها سياقات متعددة، لعل السياق الخاص والسياق الأهم هو أن الشباب المغربي في هذا الوضع أو في هذا الواقع المتسم بهذا الغزو العولمي المتزايد وهذا الكم الكبير من المعلومات التي يتلقاها الشباب، قد تتغير في تربيته وفي أخلاقه مجموعة من الأمور في علاقته مع والديه. طب كيف أتت الفكرة؟ فكرة من كانت أستاذ مراد؟ الفكرة هي فكرة شبيبة العدل والإحسان بالمغرب، وشبيبة العدل والإحسان في المغرب هي مؤسسة تنتمي لجماعة العدل والإحسان، وهي درع جماعة الإحسان الشبابي، وهي لها مشروع مجتمعي يهدف بالأساس إلى تربية الشباب ورقي بأخلاق الشباب وتنمية قيم الشباب في مجموعة مجالات. فنحن في كل سنة نشتغل على حملات توعوية وحملات تواصلية مع الشباب المغربي، الهدف منها الفتل في بناء شخصية الشاب المغربي، تلك الشخصية المتوازنة التي تمكنه من أن يكون فاعلا في مجتمعه. طب أخبرنا عن أبرز الأنشطة التي تنضوي تحت إطار هذه الحملة. نعم، إذا فالحملة حرصنا في شبيبة العدل والإحسان أن تكون من الشباب وأن تكون موجهة للشباب، وبحثنا عن الفضاءات الأقرب إلى الشباب المغربي، ولعل الفضاء الأهم والفضاء الأقرب هو فضاء التواصل الاجتماعي، فمما أو من أهم المجالات التي تنشط فيها حملة أنا مرضي الوالدين هي مجال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة من الفقرات التي أبدعتها الحملة، مثلا سيلفي رضا أو سيلفي نعرض الآن أستاذ مراد، نعرض الآن على الشاشة مجموعة من صور السيلفي. نعم، التي التقطها الشباب مع ذويهم أو آبائهم أو أمهاتهم. نعم، نعرضها الآن على الشاشة. نعم. فكرة هذه المبادرة أو هذه الفقرة هو أن يعبر يعني الإبن لوالديه عن مشاعر الشكر وعن مشاعر الفرح بهم وعن مشاعر الامتنان لهم على تربيتهم له، على اعتنائهم به وهو طفل رضع حتى يعني نما وكبر وصار راشدا. فمن بين الفقرات أيضا التي اشتغلنا عليها وهي في الشق الثاني من شغال الحملة، وهو الشق الأهلي أو ما يعرف عندنا في المغرب بالشق المجتمعي أو الشق الجمعوي. فقد نظم مجموعة من الشباب الناشطين في المغرب مجموعة من الزيارات إلى دور العجزة، أيضا كانت هناك جولات تواصلية مع الشباب المغربي في الشوارع. فتحنا للشباب مجال لكي يتصلوا بآبائهم على حين غير كما يقال، ويعبروا لهم عن مشاعر فرحهم ومشاعر امتنان لهم. كذلك نظمنا مجموعة من المبادرات الأخرى كالاحتفاء مثلا بأعياد ميلاد الآباء، أيضا مجموعة من الفقرات كخطوات رضا مثلا، وهي مجموعة من الخطوات التي يعني ننشرها كل يوم على صفحتنا ونطالب الشباب بأن يقوموا بها تجاه والديهم، مثلا أن يساعدوا أمهاتهم مثلا في أشغال البيت، أن يعبروا لوالديهم عن فرحتهم، أن يهدوا ختمات قرآنية وأدعية لوالديهم. فهي مجموعة من الخطوات التي تعيد الدفء إلى تلك العلاقة المهمة، فما كانت يعني بين الوالدين مكانة محورية في ديننا الإسلامي، وهي قضية يعني ليست بالسهلة وقضية خطيرة، فهي من أسباب نجاح الإنسان ومن أسباب فشله. فشبيبة العدل والإحسان تسعى لكي يكون الشباب المغربي مثالا وقدوة في احترام آبائهم وفي العناية بآبائهم، حتى تزول من مجتمعنا مجموعة من المظاهر التي بدأت تظهر عليه، ولعل من أهمها مظاهر القسوة، مظاهر التخلي عن الآباء. نفاجأ من حين إلى آخر ببعض الجرائم ضد الأصول، فهذا واقع يعني صعب
تحاول يعني شبيبه العدل والاحسان ان تعالج ما استطاعت في اخلاق الشباب طب المغربي. كيف والحمله ايضا ساعدتكم لها بعد. مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه عندكم صفحة على الفيسبوك وأيضا كان في هاشتاج منتشر على تويتر تحت شعار الحملة، كيف ساعدتكم على إيصال هذه الرسالة؟ نعم، فكما قلت في البداية فالحملة حرصت أن تنطلق من الشباب وأن تكون قريبة من الشباب، ووجدنا في يعني فضاءات التواصل الاجتماعي يعني قربا من الشباب المغربي، فهو ينشط داخل فضاءات المجتمع بشكل كبير، فحاولنا أن ننطلق من مواد قريبة من الشباب كسيلفي مثلا أضاف، فهذه مما يتداوله الشباب يوميا على 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 صفحاتهم وعلى حساباتهم الشخصية على الفيسبوك. أيضا حرصنا أن تكون لغتنا لغة قريبة من الشباب يفهمها الشباب، مبادراتنا أيضا مبادرات قريبة من الشباب، فوجدنا وتفاجأنا بهذا الكم الكبير من التفاعل المغربي. فكرة مهمة جدا هو أن الحملة ساعدت أن تكون حملة إيجابية في التعاطي مع قضية البيع، فنحن نعم، لم نصل على أمل أن يعني تبقى الضوء هذه كثيرا الروح على الإيجابية سائدة. أستاذ نعم مراد شمارخ، نشكرك شكرا جزيلا على كل هذه شكرا موصول لكم المعلومات، أيضا وأيضا شكرا تحية إلى كل الآباء والأمهات في العالم العربي. وبهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة من هاشتاغ قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بالقضايا لعل واقعا يتغير أو وعيا يزداد بهاشتاغ. تصبحون على خير وفي أمان الله.